هذا عنده 313 مؤلفة، 313 مؤلفة، كي نقول مؤلفة يعني كيما شرح النيل، كيما شرح النيل في 17 جزء، 17 جزء في جزء، عنده لا ليجون دونور وقت فرنسا عطات له لا ميداي يعني لا ليجون دونور، ما حبش يعلقها في صدره. ديجا كي كي جاو باش يخدم عنده لغز الماء الاخر تاع لغز الماء هو اللي الور لا ليجون دو نوغات ما علقاش حاجه تاع الكفار ما علقاش في صدره دارها في القرنص تاع التحت ولا باسكو قالوا له ممنوع تضرب في لا ليجون دو نوغات والباحثين والعلماء حاروا قال داروا في البحث يعني يكون اشبل كان يكتب ما يقدرش الواحد يكتب يعني الاجزاء 313 مؤلفة كل مؤلفة صديق وش حد نشوف صراحة في غردايه وفي الجنوب وفي مناطق اخرى ما عندناش ما نديروش ما تفرقش بين قبر وقبر بين غني فقير عالم ماهوش عالم راكم تشوفوا هذا الاخر جوست باش الناس تعرف شكون هو هذا الشاعر الثوره توفى هذه الذكرى 47 لوفاته كان من المفروض نديروا الحمله نتاعنا تبدا من الصحراء الوكازيون طاحت قد قد مع البريمي لو جور هذاك 17 اوت 1977 هي الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للذين امنوا واتبعوا سبيلك وقاموا بهذا الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم انك انت العزيز الحكيم رحيم السيئات ومتقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا رب اغفر للحاضرين وجميع الشعب الجزائري يا رب واجمعنا في رحمتك الواسعه يا رب وفي زمنتك يا رب مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا والحمد لله رب العالمين. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.